ازيكم شباب، عاملين ايه؟ ده سيكشن برومينيشن اوف اسيتانالايت، ده سيكشن كيمياء عضوية صيدلية 2 المقرر المطروح. ده يعتبر تالت سيكشن باعتبار انه سيكشن الاسيتانالايت النظري الاولاني والتاني اللي هو الاسيتانالايت العملي. فبعد ما شفنا الاسيتانالايت ازاي بيتحضر وحضرناه، هنبدأ بقى دلوقتي نعمل برومينيشن اوف اسيتانالايت، فده تفاعل جديد هنعمله مع بعض. في سيكشن النهارده البرومينيشن اوف اسيتانالايت، البرودكت اللي هنحضره هو عباره برومو اسيتانالايت. هبدا باسيتانالايت واعمل له برومينيشن، فيتحضر البارا برومو اسيتانالايت، ده البرودكت اللي هدفنا نحضره النهارده. الاستراكشر بتاع البارا برومو اسيتانالايت هو دوت زي الاسيتانالايت بالظبط اللي حضرناه، بس حطينا في رقم 4 بي ار، وبالتالي النيم يا إما بارا برومو أسيتانلايت أو 4 برومو أسيتانلايت. لو أيوباك نيم هنسميه برضو زي ما سمينا الأسيتانلايت الأسيتامايت، وهتبقى مجموعة الفينيل وعليها الأربعة برومو دي سبستيوشن على الإن، وبالتالي هيبقى الأيوباك نيم بتاعه إن شرطة أفتح قوس 4 شرطة برومو فينيل أقفل القوس أسيتامايت. ده كده الأيوباك نيم إن 4 برومو فينيل أسيتامايت. الفورمولا بتاعته زي الأسيتانلايت، بس هشيل 1 هيدروجين احط مكانها بي ار، وبالتالي هتكون C8H8BrNO، والموليكولار ويت 214.062 جرام لكل مول. الجنرال ايكويشن للتفاعل ده، أسيتانلايت اللي هو البرودكت بتاع المره اللي فاتت اللي حضرناه في السكشن الاولاني، هفعله مع ثلاث مركبات. الأولاني اللي هو الكي بي ار بوتاسيوم بروميت، الثاني كي بي ار او 3 بوتاسيوم بروميت، مجموعة البي ار او 3 اسمها بروميت. وخلي بالكم من حاجة، في أسماء كتيرة بقى ليها علاقة بالبرومين، فعايزين نفرق ما بين كلمة برومين اللي هو البي ار 2، بروميت اللي هو البي ار سالب، بروميت اللي هو البي ار او 3 سالب، ولسه هنشوف بعد شوية البرومونيوم كمان. المهم ان الاسيتانلايد هيتفاعل مع بوتاسيوم بروميد وبوتاسيوم بروميت و HCl. كل التلاتة دول هدفهم بس اعمل برومينيشن، ان كلهم على بعضيهم يتخلطوا على بعض يطلعوا البرومين. البرومين ده هو اللي يتفاعل مع الاسيتانلايد ويديني البارا برومو اسيتانلايد. علشان كده في حاجة مهمة هنعملها وهنفهمها مع بعضينا، هي ازاي البرومين ده اتكون من خلال تفاعل الميكس دوت تلات حاجات، البوتاسيوم بروميد والبوتاسيوم بروميت والاتش سي ال. لكن في الاول خلينا نشوف الميكانيزم اوف ذا رياكشن، وطبعا الميكانيزم هنا مهم جدا جدا لانه ده واخدينه بالتفصيل في النظري. ميكانيزم اوف ذا رياكشن هو الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن رياكشن، لانه ده خلاص ده رياكشن على حلقة البنزين، في الكتروفايل وفي اروماتيك رينج، وبيحصل اروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن. بالتالي طالما في اروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن، انا محتاج احدد مين هو الالكتروفايل او الالكتروفيليك ريجنت، هي الشحنه الموجبه اللي الحلقه هتعمل عليها اتاك. الالكتروفايل هنا هو اسمه برومونيوم اين بي ار موجب، فانا كده في الاسماء عندي برومونيوم وبروميت وبرومايد وبرومين. برومونيوم اين هو بي ار بوزيتيف. البرومين هينقسم بي ار، هتاخد الالكترونين بتوع الرابطه وتبقى بي ار سالب تبقى برومايد، والبي ار الثانيه اللي فقدت الالكترونات الرابطه تبقى برومونيوم. هي دي البرومونيوم، هي دي اللي هتعمل الحاله هتعمل عليها اتاك وتخش مجموعه البي ار، وهو ده تفاعل اروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن. معادلة تاني هقولها لكم دلوقتي وهقولها بعد شوية بالتفصيل. المعادلة اللي تحت دي بتعمل ايه؟ دي بتحكي عن البرومين ازاي بيتحضر انسيتو. فاكرين في العمل ايه مصطلح الانسيتو دوا؟ انسيتو معناها انه الحاجة دي بتتحضر جوه التفاعل. انا مش بحط البرومين، مش هتلاقي في ازازة مكتوب عليها برومين هي دي اللي انت هتكب منها او هتحط منها او تستخدم منها علشان تعمل التفاعل، لكن انت هتخلي البرومين يتكون جوه الفلاسكة من خلال تفاعل انت قاصد تعمله. بمعنى هنحط بوتاسيوم بروميد وبوتاسيوم بروميت
وبعد شوية هنحط عليهم ال HCl. مجرد ما ينزل ال HCl يحصل تفاعل ما بين البروميت والبرومايد وال HCl زي المعادلة اللي موجودة، ويتكون من المعادلة دي برومين. البرومين ده هو بقى اللي يعمل أروماتيك إلكتروفيليك سبستيوشن البرومونيوم مع الحلقة ويتكون البارابرومو أسيتانالايت. طبعا هنحتاج نفهم يا ترى ليه البرومين اتكون انسيتو، ده سؤال مهم جدا، واعتقد ان انت عندكم خلفية عن الموضوع ده، هو انه البرومين ده ليكويد توكسيك، ليه هيباتو توكسيستي، ليه ليفر توكس سوري ليه هيباتو توكسيستي، هي ليفر توكسيستي، ليه كمان توكسيستي للريسبيراتوري سيستم لللنج، وبالتالي كنوع من السيفتي انا بقرر ان انا احضر البرومين انسيتو علشان خاطر ما أضرش بأي شكل من الأشكال، وأكون مأمن نفسي إن البرومين اللي هيتحضر اللي هيتكون هيتكون جوه التفاعل، وأول ما هيتكون يبدأ يتفاعل على طول، وبالتالي أنا زودت السيفتي في الرياكشن. الكيميكالز اللي هنستعملها، هنستعمل الرياكتنت اللي هو الأسيتانيلايت اللي هو كان برودكت أول مرة، وطبعا المكشر اللي هيعمل لي البرومين انسيتو اللي هو البوتاسيوم برومايد والبوتاسيوم بروميت، ودول سوليد وناخدهم كسوليد. والجليشال اسيتيك اسيد ده هنا مش متفاعل ولا حاجه، لكن ده بيقوم بدور السولفنت، والكونك اتش سي ال ده اللي بيكمل الثلاثي بروميت برومايد اتش سي ال، ده نبدا اول ما نحطه يبدا يتكون البرومين انسيتو. البروسيدور هنا دي بقى البروسيدور مهمه جدا، التركيز في البروسيدور هنا مش بس على التكنيك وظبط الشغل عشان برودكت يطلع كويس، ده مهم جدا، لكن كمان على السيفتي والاهتمام بالسيفتي بكل تفاصيلها. السيفتي رولز انت عارفينها كويس، لازم اكون ملتزم بيها وانا بشتغل، وهنا في حاجات اكسترا كمان ههتم بيها. في البداية هحضر بيكر ما فيهوش اي مشكلة، هحط فيه البوتاسيوم بروميد والبوتاسيوم بروميت مع اقل كمية مية ممكنة، بتبدأ ب 20 مللي مثلا او 15 مللي وتقعد تقلب كتير جدا، وبعد كده تزود حبة بسيطة لحد ما يبقى أغلب البروميت والبرومايد دايب. ليه أنا مش عايز أكتر المية؟ لأنه المية أنتوا عارفين إنه الأسيتانولايت مش بيدوب في المية، وبالتالي أنا مش عايز الأسيتانولايت دي كله يكون مرسب، ده هيبطئ التفاعل، فبحط أقل كمية مية ممكنة وفي البروميت برومايد، وده في بيكر ما فيهوش مشكلة. لكن نيجي بعد كده في الخطوة التانية، هحضر إيه ستوبرد كونيكال فلاسك، لازم تكون ستوبرد، لازم تكون بالغطا بتاعها. ايه هدف الغطا؟ انه ما يكونش لما يتكون البرومين جوه الفلاسك دي اقدر اقفلها بالغطا، فما يطلعش اي ابخره للبرومين، فابقى كده مطمن على نفسي وانا شغال. طيب الفلاسك دي هحط فيها ايه؟ هحط فيها الاسيتانولايت المتفاعل الرئيسي عندي، والسولفنت اللي هدوب فيه الاسيتانولايت هو الجليشال اسيتيك اسيد، المفروض تقلب كويس ويكون دايب الاسيتانولايت في الجليشال اسيتيك اسيد. الخطوة اللي بعد كده دي هي خطوة مهمة جدا ومحتاجة تركيز كبير. أنا هعمل دلوقتي تايتريشن. يعني إيه تايتريشن؟ هتلاقي فيه بيوريت، البيوريت دي محطوط فيها الكونك اتش سي ال. طب إيه هدف البيوريت؟ أنا ليه ما استخدمش الاتش سي ال على طول؟ ببساطة لأن البيوريت أقدر أتحكم إن أنا أنزل نقطة نقطة، تمام؟ خلي بالك أنت حطيت البيكر على الكونيكال فلاسك، فكده بقى عندك اللي موجود في الفلاسك بتاعتك بوتاسيوم بروميت، بوتاسيوم بروميد والاسيتانولايت، فاضل عنصر واحد بس علشان التفاعل يتم هو ال HCl، لان ال HCl يتفاعل مع البروميت والبرومايد ويكون برومين، البرومين على طول يتفاعل مع الاسيتانولايت ويبدا يكون البرودكت. فلغايه دلوقتي الفلاسكه مش هيحصل فيها اي تفاعلات، فبمجرد ما ابدا انزل اول نقطه HCl، النقطه دي تتفاعل مع البروميت والبرومايد وتكون لي اول نقطه برومين، فانا هنزل نقطه واحده والفلاسك هتكون جوه ايس باص علشان خاطر احرص من انه البرومين ما يتبخرش، وابدا بعد ما اتحطت اول نقطه برومين اعمل شيكك. هنلاحظ حاجه، ال HCl لونه كالرلس، لكن اول ما نقطه HCl بتنزل بتلاقي وكأن اتكونت نقطه لونها اصفر. يا ترى اللون الاصفر ده جه منين؟ ده جه من البرومين. البرومين اصلا لونه اورنج، لكن في الكميات المخففه بيكون لونه مصفر، وبالتالي هينزل ال HCl فتلاقي فيه حاجة لونها أصفر اتكونت، ده البرومين. لقيت برومين عندك اعمل شيك، المفروض البرومين يتفاعل مع الأسيتانولايت هيديني البارابرومو أسيتانولايت، البارابرومو أسيتانولايت ده لونه مش أصفر فهتلاقي لون الأصفر اختفى،
تعرف كده ان البرومين اللي حطيته او ال HCl اللي حطيته كون برومين، البرومين ده خلص، اروح ضايف نقطة على نقطتين تاني HCl واعمل شيكنج، البرومين يخلص اضيف نقطة تاني اعمل شيكنج، وهكذا نقطة نقطة لحد ما اوصل لايه تيل بي كام. الفلاسكة اللي على اليمين بقى هتلاقوا فيها انه الفلاسكة بقى فيها لون اصفر خفيف. ده معناه ايه اللون الاصفر الخفيف ده؟ معناه ان في برومين اهو اتكون بس لسه مش لاقي اسيتنلايد يتفاعل معاه. كده يبقى انا كده وصلت خلاص، وكاني وصلت للاند بوينت، حاجه شبه التحليليه والاند بوينت اللي احنا بنعملها، ولكن احنا مش بنعمل تايتريشن بهدف الاند بوينت او ايدنتيفيكيشن في حاجه معينه، احنا بنعمل كيميكال رياكشن. لكن لانه البرومين ليه لون، وبالتالي اقدر اعرف امتى وصلت للمرحله ان البرومين موجود اكسس. طيب انا كده وصلت اللون اصفر، واللون الاصفر مع الشيكنج مش بيروح، اعمل ايه؟ هل اضيف HCl تاني؟ الاجابه لا، طالما اللون الاصفر مش بيروح يبقى ال HCl كده دوره انتهى، تبدا تروح سايبه نص ساعه، وكل شويه في النص ساعه دي بتعمله شيكنج. هدف ايه الانتظار لمده نص ساعه؟ هدفها انه لما تنتظر لمده نص ساعه هتلاقي انه البرومين اللي موجود بيتفاعل مع اي اسيتانلايد لسه ما اتفاعلش، ويكون البربروم اسيتانلايد، وبالتالي اليلد يكون افضل. طيب بعد نص ساعه دي هنعمل ايه؟ ادي الفلاسكه بتاعتنا لسه مازال لونها اصفر، طبعا مقفوله علشان اي ابخره من البرومين ما تطلعش. هروح فاتح الغطا وضايف عليها 200 مللي ميه، وضايف كمان صوديوم باي سلفايت. ده طبعا مش من ضمن المتفاعلات ولا اي حاجه، وهلاقي حاجه غريبه كمان ان مش بس صوديوم باي سلفايت ده مش من ضمن المتفاعلات وضفته، لكن اول ما هضيفه اللون هيتحول من الاصفر للابيض. طب يا ترى ايه اللي حصل؟ اللون الاصفر زي ما اتفقنا هو لون البرومين، واحنا قلنا البرومين ده مش حلو، البرومين ده توكسيك، وبالتالي انا مش هروح اعمل فلتريشن واستنشق البرومين ده، فانا عايز اتخلص من الاكسس برومين، وهو ده الدور بتاع الصوديوم بايسلفايت. مهم جدا جدا رول اوف صوديوم بايسلفايت والمعادله بتاعته اللي هنشوفها بعد شويه. الصوديوم بايسلفايت لما بحطه على البرومين يتفاعل معاه تفاعل هنشوفه بعد شوية، علشان البرومين ده يتحول لحاجة تاني less toxic عن البرومين اللي هي ال HBr، ده أخف توكسيستي خالص عن البرومين، وبالتالي أنا كده أمنت من الأذى بتاع البرومين. سهل خلاص أشيل الغطا وأعمل فلتريشن عادي وأنا مطمن إن مفيش أي برومين موجود، أعمل suction filtration ثم drying. فمهم جدا في الخطوة دي، أهم حاجة في الشغل كله ما نساش أحط صوديوم بايسلفايت. مهم كمان وأنت بتشتغل قبل ما تشتغل تسأل نفسك، يا ترى اللون الأصفر لو اتكون ده معناه إيه ومفروض أعمل إيه، واللون الأصفر لو اختفى ده معناه إيه ومفروض أعمل إيه، واللون الأصفر ده أصلا بتاع مين وبيختفي إمتى وبيظهر إمتى. ما يكونش ما ينفعش وأنت بتشتغل تتفاجئ ده في لون أصفر طب المفروض أدور، لا أنت عارف بتكون فاهم اللون أصفر معناه برومين، فده لو لسه في أول التفاعل أعمل شيكنج اختفى أضيف تاني، لو خلاص كده مش راضي يختفي اللون الأصفر ولسه موجود أسيبه نص ساعة، وأنا بقى يعني بنفسي وبمزاجي هشيله علشان خاطر توكسيستي من خلال إن أنا أحط صوديوم بايسلفايد بعد النص ساعة دي. زي ما متعودين إحنا بعد ما بنشوف الستبس وهي في صورة صور برضه بنشوفها في صورة كلام عشان لو عايز تقراها قبل ما تبدأ تشتغل، ونعيدها تاني مع بعضينا. فأول خطوة إن أنا في البيكر هبدأ أضيف الكمية المطلوبة من البوتاسيوم برومايد والبوتاسيوم بروميت، وفأقل كمية مية علشان أدوبهم، ثم بعد كده لازم ستوبرد كونيكال فلاسك أضيف فيها كمية الأسيتانلايت البرودكت اللي حضرناه من أول مرة، وأدوبهم في 15 مللي جليشيال أسيتيك أسيد. رقم ثلاثة أضيف البوتاسيوم بروميت بروميت اللي هو في البيكر على الكونيكال فلاسك، ولو لقيت راس بتكون ممكن أضيف حبة جليشيال أسيتيك أسيد علشان يدوب الأسيتانلايد دوا لو اترسب. خطوة رقم أربعة إن أنا هضيف الكونك اتش سي ال، بس طبعا دروب وايز نقطة نقطة، مش لازم أوصل للستة مللي، دي ستة مللي ده رقم استرشادي كده، لكن أنا بمشي اللي هيحدد لي هضيف قد ايه بالظبط هي اللون الاصفر. طول ما في لون اصفر موجود اعمل شيكنج كويس لحد ما يختفي، ثم اضيف تاني HCl. بعد ما خلصت خلاص اللون الاصفر مش راضي يروح وموجود وثابت، اسيبه نص ساعه، ثم اضيف 200 مللي ديستلد ووتر، واهم حاجه اضيف كميه صغيره جدا فيو كريستالز من الصوديوم باي سلفايت، هدفها تو ريموف اكسس برومين.
ثم لو احتجت purification recrystallization هنا ايثانول، وطبعا test of purity ان انا اعمله melting point المفروض sharp melting point من 166 ل 168، لو طلعت برود وتحت ال 166 يبقى اعرف ان في لسه عندي impurities. هنا تجميعة للمعادلات اللي حصلت في الشغل اللي احنا عملناه. اول معادلة دي شفناها اللي هي تفاعل البوتاسيوم بروميت والبوتاسيوم بروميد وال HCl علشان يديني البرومين انسيتو. لو تلاحظوا يا ترى نوع التفاعل ده نوعه ايه؟ التفاعل ده ريدوكس رياكشن. يعني ايه ريدوكس؟ يعني ريدكشن اوكسيديشن رياكشن. هتلاقوا انه البوتاسيوم بروميد التكافؤ البي ار سالب واحد، اما البوتاسيوم بروميت هتلاقوا تكافؤ البوتاسيوم موجب واحد والاوب سالب اتنين، يعني في سالب ستة، موجب واحد وسالب ستة يبقى الاجمالي سالب خمسة، وهنا تكافؤ البي ار موجب خمسة، وبالتالي البوتاسيوم بروميت تكافؤها موجب خمسة البي ار فيها، والبوتاسيوم بروميد تكافؤها سالب واحد. هما الاتنين دول اللي بيحصل لهم ريدوكس. ليه؟ لان هما الاتنين السالب هتتحول لصفر، البرومين تكافؤه زيرو، البي ار تكافؤها زيرو لان هي في بي ار مع بي ار، فالتكافؤ بيكون زيرو. فهم دول اللي حصل لهم اوكسيديشن وريدكشن، وبينتج من التفاعل دوا كي سي ال سولت، بيبقى دايب عادي في الميه و H2O. المهم اعرف التفاعل دوا احفظه كويس، واعرف ان ده نوعه ريدوكس رياكشن، وطبعا اعرف ليه انا حضرت البرومين ان سيتو عشان التوكسيسيتي بتاعت البرومين. المعادله الثانيه هي المعادله الاساسيه واللي بتطلع لي البرودكت بتاعي، اللي هي تفاعل الاسيتانولايد مع البرومين اللي اتحضر ده ان سيتو علشان يديني البارا برومو اسيتانولايد، وهنا طبعا تكون جاست البارا برومو اسيتانولايد وليس تراي برومو علشان مجموعه الاسيتامينو جروب مودريتلي اكتيفيتنج جروب. اما المعادله الاخيره هي معادله ال نيوتراليزيشن اوف اكسس برومين، او التخلص من الاكسس برومين من خلال انا افعله مع صوديوم بايسلفايت، وبرده ده تفاعل ريدوكس رياكشن. البي ار كان تكافؤه زيرو بقى سالب واحد، والاس كمان التكافؤ بتاعها اتغير لان هي بدأنا المتفاعل كان صوديوم بايسلفايت، اما البرودكت هو صوديوم بايسلفيت. معادله تكوين البرومين المعادله الاولانيه، ومعادله التخلص من البرومين المعادله الاخيره، هي معادلات مهمه جدا، مهم ان انا افهم ايه دورها ونوع التفاعل ده لان هو ريدوكس رياكشن. دلوقتي بقى هنحكي برضو في شويه نوتس تخص الشغل العملي بتاع السكشن ده. الملحوظة الأولانية، يا ترى أنا ليه بستخدم بروميت بروميد ميكشر في حالة البرومينيشن بدل استخدام البرومين؟ سؤال، هل لو استخدمت برومين دايركت هينفع؟ الإجابة طبعا هينفع، أنا كده كده بتكون البرومين بس إنسيتو. طيب أنا ليه بعمل موضوع الإنسيتو دوا زي ما اتفقنا علشان خاطر البرومين بحضره إنسيتو علشان to avoid health hazards of bromine اللي هو corrosive lung irritation وهبات توكسيك. انا عايز اتخلص من كل المشاكل دي بان انا احافظ على البرومين، ما يكونش في ازازة بقى وافتحها واشم منها وتتكب وما اعرفش ايه، هو اصلا مش موجود، هيتكون بس ايه انسيتو. وده سؤال مهم. السؤال الثاني، يا ترى ايه هو الدور بتاع الاسيتيك اسيد؟ طبعا احنا قلنا الاسيتيك اسيد النقطة الاولانية هي دوره ان هو act as a solvent for acetonolide، ده دور الأسيتيك أسيد، ولكن في دور تاني كمان ليه، أو مش دور يعني حاجة ميزة فيه، إن هو يقدر يساعد في عملية البولاريزيشن أو الأيونيزيشن أوف برومين. قلنا البرومين الاتنين بي آر يحصل لهم بولاريزيشن، واحدة من الاتنين بي آر تاخد الإلكترونات الرابطة تتحول لبرومايد بي آر سالب، البي آر التانية اللي فقدت الإلكترونات الرابطة تبقى برومونيوم بي آر موجب. عملية البولاريزيشن دي علشان تكوين الالكتروفايل ممكن الأسيتيك أسيد يساعد في إنها تحصل لأن هو بولار سولفنت. يا ترى السؤال الثالث، ليه أنا بضيف HCl دروب باي دروب؟ ده برضه سؤال مهم والإجابة بتاعته سيفتي. بضيف دروب باي دروب مش لأي هدف كيميكال لكن لهدف السيفتي، علشان لو ضفت كمية كبيرة أنا هبدأ البرومين يتكون اكسس، وده انا مش حابه عشان السيفتي. نضيف كمان سبب كيميكال، انه لو البرومين كان موجود بكمية كبيرة ده هيخلي انه ممكن يدي احتمالية انه يتكون
مش بس البارا لكن الأورثو والبارا ايزومرز. السؤال الرابع، يا ترى ليه بستخدم ايس باس؟ هنا بقى الإجابة إن الرياكشن اكزوثيرمك، وطبعا أنا عندي برومين جوه فأنا مش عايز البرومين ده يتبخر، فأنا استخدم ايس باس لأن عايز أحافظ على درجة الحرارة منخفضة. السؤال الخامس أو النوت رقم 5، إزاي أنا أفصل ما بين أورثو أيزومر وبارا أيزومر؟ أورثو أيزومر وبارا أيزومر دول كونستيتيوشنال أيزومرز، مركبات مختلفة، هتلاقيهم مختلفين في السولوبيليتي وبالتالي بالكريستاليزيشن أو فراكشن الكريستاليزيشن أقدر أفصل ما بينهم هما الاتنين. سؤال مهم، ليه أصلا أنا بحضر البارا برومو انيلين؟ ليه انا ما عملتش دايركت برومينيشن اوف انيلين؟ ليه انا حولت الانيلين لاسيتانولايت، من الاسيتانولايت بعمل برومينيشن للبارا برومو اسيتانولايت؟ ليه ما عملتش دايركت برومينيشن اوف انيلين؟ وده السؤال اللي بنساله كل مره. طبعا دايركت برومينيشن اوف انيلين هيديني 2 4 6 تراي برومو انيلين، قلنا ال NH2 سترونج اكتيفيتنج جروب بتوجه لاورثو وبارا وقويه جدا، هتخلي الحلقه يخش فيها اكتر مجموعه بي ار، بالتالي انا بعمل اسيتيليشن تتحول ال NH2 لمجموعه اسيتاميدو جروب. الاسيتاميدو جروب دي مودريتلي اكتيفيتنج وبالتالي برضه بتوجه اورثو بارا لكن بارا ميجور، فهتلاقيها اديت لك المونو سبستيوتد دريفيتيف. طبعا ممكن يتكون الاورثو بس احنا عارفين انه في ميزه اضافيه ان مجموعه الاسيتاميدو بالكي وبالتالي البي ار ذره كبيره، فيحصل استيريك هندرانس فيقول لك ليه اخش في القرص والبارة عندي فاضي، فيروح داخل في البارة فتلاقي الميجر عندك في البارة. طيب احنا خلصنا النوتس، هنتكلم عن السيفتي بريكوشنز. طبعا زي ما انتوا خدتوا بالكم انه الكلام عن السيفتي بريكوشنز كتير في السكشن ده، يعني مثلا السولفنت اللي احنا بنستخدمه ده جليشيال اسيتيك اسيد، وده زي الاسيتيك انهيدرايد اللي اشتغلنا بيه برضو في تحضير الاسيتانولايت، ان هو irritant ولاكريماتوري وبالتالي لازم يتحط تحت دولاب الغازات، لازم لو اي نقطه منه اتكبت على البنش امسحها على طول، ما ينفعش يتشم، ما ينفعش يطلع بره دولاب الغازات. لكن مش بس الجليشيال اسيتيك اسيد، كمان عندي الكونكو هيدروكلوريك اسيد واتكلمنا عنه برضو المره اللي فاتت. الحاجه الثالثه البرومين نفسه هو كوروسيف وهيباتوتوكسيك زي ما قلنا، بيعمل لانج اريتيشن وقلنا ازاي هنتعامل كسيف مع البرومين ده. افتراضا ده حاجة معلومة كده، علشان طالما بتشتغل ببرومين يبقى لازم تكون مزود بكل المعلومات، ازاي اتعامل لو في برومين بيرن، يعني اتكب على ايدي مثلا او اي حاجة. رقم واحد، انا بتخلص من البرومين اللي اتكب ده، ريموف سبيلت برومين يوزنج ا سوفت تيشو. رقم اتنين، ابدأ افتح الحنفية وحط ايدك تحت الحنفية او السكين ده وتحت الحنفية لمدة على الاقل 10 دقايق. Wash infected area with plenty of water. ما تقللش كمية أو الوقت بتاع إن تتعرض للمية. نقطة رقم 3، من عند المحضر فيلم أوف جليسرول ملطف علشان يهدي الإريتيشن اللي حاصل بسبب البرومين. ثم رقم 4، دي كده زي إسعافات أولية أول 3. ونقطة رقم 4، نبدأ نتحرك للميديكال كير. سؤال تاني، يا ترى انا مفيش حاجه اتكبت عليا، مفيش برومين بيرن، لكن في انهاليشن لبرومين فيبورز، نفترض ان انا شميت كميه برومين كتيره، اعمل ايه؟ دايما نقطه رقم واحد، في اي حاجه تخص الانهاليشن اطلع بره، اخرج بره المكان التوكسيك ده، ما تحاولش تعالج نفسك او تعالج الشخص المصاب ده وانت لسه قاعد في المكان اللي فيه برومين. فاول خطوه رقم واحد ان انا اخرج بره المنطقه دي في منطقه هواء. ثم رقم اتنين، لو لسه برضو البرومين عم متعبني، ممكن نحط piece of cotton soaked with ethanol عند النوزز opening دي تلطف وتهدي التأثير بتاع البرومين. آخر حاجة هنتكلم عنها أو السلايد دي هدفها، ولما أجي أحسب calculation of yield قلنا theoretical yield لازم أبص على المعادلة ومن المعادلة أعرف عدد المولات من المتفاعلات قصاد عدد المولات من النواتج علشان لما اجي احسب الثيوريتيكال ييلد، فدي المعادله اللي منها نقدر نحسب، واحنا شرحنا السكشن اللي فات ازاي احسب الثيوريتيكال ييلد واليلد بيرسنت. كده احنا خلصنا السكشن بتاع البرومينيشن اوف اسيتانولايت،
بنتمنى لكم التوفيق، ولو في أي مشكلة أو أي استفسار أنا معاكم، ولو في حد في حاجة مش فاهمها يقول لي وأنا ممكن أفهمها. بالتوفيق ليك.